بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أبناء الصف الرابع، النهاردة هنكمل مع بعض يا أولاد. يونت نمبر 11. اليونت بتاعتنا عنوانها ستوريز، قصص. اليونت لسو نمبر 1 عندي تحت عنوان Being Brave، اللي هو أن تكون شجاعا. Look at the photos. What do you think the text is about? انظر إلى الصورة. ماذا تعتقد الصورة بتكون عن؟ Read and listen. اقرأ واستمع. Read and listen to the text to see if your prediction in activity one is correct. The UAE had the tallest skyscraper in the world. طبعا الإمارات تمتلك أطول ناطحات سحاب. طبعا السكاي سكاربر هنا بمعنى ناطحات السحاب أو الأبنية اللي هي شاهقة الارتفاع في العالم. It's called the Burj Khalifa. تدعى برج خليفة، أطول مبنى في العالم. Which is in Dubai. يوجد في دبي. It's nearly 830 متر. تقريبا طوله 830 متر. طول طبعا. And has 163 floors. بيحتوي على 163 طابق. دبي had over 196 high rise buildings. دبي عموما بتحتوي على 196 من الأبنية المرتفعة الشيخة الارتفاع. If a fire starts in a tall building، لو حدث حدوث يعني أثناء حدوث أو إذا حدث حريق في هذه الأبنية العالية، it's very difficult، من الصعب جدا to put it out، لإخمادها أو إطفائها. Helicopters can fly. بتحلق طائرات الهليكوبتر and throw water on the flame. وتبدأ إن هي تطلق المياه على ألسنة اللهب. But this can take a long time. لكن هذا بيستغرق وقت طويل. It's very dangerous. بيكون خطير جدا. And firefighters must be very brave. وكمان اللي هم عمال إطفاء الحريق لا يجب أن يتحلوا بالشجاعة، يكونوا شجعان جدا. Firefighters in Dubai، عمال إطفاء الحريق في دبي will soon have flying jacket packs، هيكون عندهم الجاكيت باكس اللي هو نوع أو اختراع جديد، اللي هو الجاكيت اللي بيلبسوه فيقدروا بيه إن هم يطيروا ويحلقوا في الفضاء. So they can fly up. يقدروا إن هم يطيروا إلى أعلى to the high sky scraper، إلى أعلى ناطحات السحاب. High sky scrapers and fight the fire. يبدأ إن هم يسيطروا على الحريق. To the high sky scraper. أصل إحنا عارفينها قبل كده. It can be very windy. بيكون أعلى الأبنية بيكون الرياح شديدة. At the top of skyscrapers and the wind makes the fire bigger and stronger. وده بيخلي إن الحريق ما بيكونش سهل أبدا، بالعكس بيكون قوي وضخم. The jetpack firefighters will be able to reach the higher floors. طبعا الجواكت اللي هيلبسوها الجديدة ديت هتساعدهم إن هم يوصلوا إلى السطح more easily، أكثر سهولة، and more quickly، وأكثر سرعة. Firefighters are people who do amazing things. مين هم الفايرفايترز؟ هم ناس بيعملوا أشياء رائعة to help other people، لمساعدة الآخرين. طيب نيجي نقرأ مع بعض الأسئلة حلوين. طبعا read the text again and answer true or false.
هتقرأ القطعة وتبدأ تقرأ الجمل بتاعتك وتشوف هل هي صحيحة من خلال فهمك للنص أم لا. The tallest skyscraper in the world is in Sharjah. هل الأبنية اللي ذكرها موجودة في الشارجة؟ طبعا فولس، إن هي موجودة ذكرت إن دبي، فهنا أول جملة فولس. برج خليفة سكاي سكوبر is more than، وخلي بالكم من كلمة more than 800 meters tall، أكتر من 800 متر ارتفاعه او طوله. طبعا ترو، في ناس بيقول لا ده هو كاتب 830، ما هي ال 830 ال 830 more than 800، مش 830 اكتر من ال 800، يبقى الاجابه صحيحه. It's easy for firefighters to fight fire in skyscrapers. طب هل فعلا اطفاء الحريق يكون سهل بالنسبه للعمال اطفاء الحريق؟ طبعا خطأ. It's very dangerous and difficult. Firefighting is a very dangerous job. طبعا صح، وظيفة صعبة وخطر جدا. Helicopters drop water on the flames of skyscraper fires. Yes, true. المطارات الهليكوبتر هي اللي بتقوم بإيه؟ بإلقاء المياه على ألسنة الله. أوكي. تمام يا حلوين، شوف النقطة اللي بعد كده. Can you think of other jobs that are difficult or dangerous؟ هل تعرف وظائف أخرى تكون صعبة وخطر؟ طبعا الإجابة متروكة ليك. هل اذكر بعض الوظائف اللي تتمتع ببعض الخطورة زي مهنة عمال إطفاء الحريق. تمام؟ تمام يا تيتشر. نشوف اللي بعد كده. What kind of person are you؟ هنا بنتكلم عن adjective يا ولاد، والصفات الخاصة بالبيرسون الايه؟ الأشخاص. عندي أول صفة brave، هو بمعنى شجاع. عندي helpful بمعنى متعاون. kind عطوف. friendly اللي هو ودود أو صدوق. hard working يعمل بجد. polite اللي هو مؤدب. المطلوب منك توصل كل صفة من الصفات دي يا بطل مع المعنى الصحيح ليها. brave شجاع معناها not afraid of danger، يعني لا يخاف المخاطر. helpful likes to help other people. تاخد سي. kind عطوف. does nice things for other people. friendly like talking to other people. hard working يعني works hard. polite بمعنى says please and thank you، بيتكلم أثناء الحديث بتاعه دايما بيكون بتقول please من فضلك، thank you أشكرك. ده طبعا أسلوب مهذب ل polite person. طيب يا تيتشر نشوف اللي بعد كده. هنا كاتب لك، عامل لك هنا جايب لك بيكتشرز، بتشوف من خلال الصورة الصفة اللي بيتميز بيها كل شخص. هنا البنت بتساعد مامتها، تبقى هنا الصفة يا أولاد helpful. طب هنا أصدقاء، في حديث، في كلام. هنا friendly، هنا الولد بيقفز من قمم الجبال، يبقى هنا brave. تمام يا أولاد. طيب عندي lesson number 3 helping at school، المساعدة في أثناء في المدرسة. طبعا how can you help،
other people at school. تساعد الناس إزاي في المدرسة. Talk to your partner, sorry, and think of five examples. تكلم مع صديقك أو زميلك في الصف وابدأ قول لنا أنت بتساعد إزاي. Read and listen, then decide which sentences are true and which are false. اقرأ واستمع وشوف أي جمل صح أو خطأ. You might tell your friend when you say do something well. يجب أن تخبر صديقك عندما تراه وهو يعمل أشياء جيدة. You might not help your friend with spelling. يجب ألا تساعدهم في تهجي الحروف. You may ask your friend to help. ممكن إن أنت تسأل صديقك للمساعدة. You may share your colored pencil and scissors. يمكنك أن تشارك أصدقائك في أدواتك الأقلام والمقص. تعالوا نقرأ القطعة بتاعتنا. There are lots of ways that you can help at school. هناك طرق عديدة للمساعدة في المدرسة. You might tell your friends when they have written good sentence. يمكنك أن تخبر أصدقائك عندما تكتب كلمات جيدة in class or spoken a lot in English أو تحدثت كثيرا في اللغة الإنجليزية. You may help your friend. يجب عليك أن تساعد أصدقائك when they are not sure how to spell a word. لو هما مش متأكدين كيفية نطق الحروف. You might ask your friend for help. يمكنك أن تسأل أصدقائك للمساعدة when you are not sure. تبقى أنت مش متأكد. It's important that you do what your teacher asks you and are kind to everyone. إنه مهم إن أنت تفعل ما يسألك أو ما يطلبه منك المعلم and are kind to everyone وإن تكون عطوف مع كل شخص. Ask your teacher if you may help to clean the board. ممكن تسأل معلمك إذا كان بالإمكان أن تنظف وتمسح السبورة. Tidy the classroom إنك ترتب الصف الدراسي بتاعك. Or give out dictionaries وإنك تستخرج القواميس and تعيد ترتيبها مرة تانية. You may ask your friends if they need help. يمكنك أن تسأل أصدقائك إذا كانوا يحتاجوا إلى المساعدة. When you are learning English, عندما تتعلم إنجليزي, be polite, يجب أن تكون مؤدب. And say please and thank you. أن تقول من فضلك and thank you, أشكرك. You may share your color pencil and scissors with your friend. يمكنك مشاركة أدواتك الأقلام والمقص مع أصدقائك. There are lots of ways to help your friends at school. هناك العديد من الطرق لمساعدة أصدقائك في المدرسة. هنرجع للأسئلة اللي بقى على الصفحة. You might tell your friend when you they do something well. طبعا دي true. بتقول true or false يا رابع لما من خلال الجمل اللي في القطعة. You might not help your friends. No. You may ask your friend to help. No. You may share your color pencil and scissors. Yes. True. Okay. طيب نشوف اللي بعد كده. Take the activities that are possible for you. Then discuss with your partner. شوف الأنشطة اللي ممكن أنت تعملها وناقشها مع زميلك في الصف. I might see my friend after school. أقابل أصدقاء يعني يمكنك أن تقابل أصدقائك بعد المدرسة. I might help my mother clean the house this afternoon. I may play on the computer this morning.
My mother may make bread on Friday. My father might drive me to school tomorrow morning. شوف الأشكال أو الأنشطة اللي قرأناها، وأيها يعني ممكن تكون أنت فعلا بتقوم بيها، يبقى تكتب قدامها تعمل علامة صح إن أنت فعلا بتقوم بهذا النشاط. تمام يا بطل. طيب عندي قبل ما أترك هذا الدرس language tips بسيط، اللي هي الأفعال الناقصة اللي هي المودل verb، عندي may and might. طبعا الأفعال الناقصة اللي هي must، عندي should، عندي shall should، عندي can could، عندي may might. النهاردة بتكلمك عن may and might. When you talk about things that could happen، عن أشياء يمكن أن تحدث. تمام. I might read a book today. يمكنني قراءة كتاب اليوم. سواء I might or may، الفيرب اللي بيأتي بعدها يا ولاد بيكون في الانفينيتي، في المصدر بدون أي إضافات. ده بالنسبة لسؤال الميزنج يا طب يا ولاد، لما ألاقي might أو may بتسبق الفيرب وعايزة تختار الفيرب المناسب، بتختار الفيرب in infinity اللي هو V1 بدون أي إضافات. هنا I may have، to help هنا المصدر. I may have my brother with his homework. تمام، هي سهلة وبسيطة، حبيت أوضحها معاكم. طيب إيه الرايتنج اللي ممكن يجي لي هنا؟ ممكن يجيب لك الصورة زي الدرس السابق وتكتب أنت ممكن تساعد إزاي، يجيب لك صورة في الصف الدراسي and تكتب جملة أو جملتين how you can help at school. عندي هنا heroes from the UAE. heroes اللي هو الشخص الخارق بالنسبة لك أو الشخص السوبر بالنسبة لك. جايب لك هنا نموذجين من الشخصيات، عندي شخصية الشيخ زايد النهيان رحمه الله وإلهام القاسمي، وكاتب نبذة مختصرة عن كل شخصية وأسئلة what is he like أو what is she like، ماذا تحب أو ماذا يحب، what did he do أو what did she do، ماذا تفعل أو ماذا فعلت، أعمالها المذكورة أو المميزة بالنسبة لنا، why do you think why do you think they are hero or heroine، لماذا تعتقد أنه شخص سوبر بالنسبة لك أو شخصية معنى كلمة هيرو أو هيريون اللي هي brave person، شخص شجاع who wants to make the world better place، شخص شجاع الذي يريد أن يغير العالم للأحسن. تمام، يعني عمل شيء، غير مكان، اخترع حاجة غيرت البشرية أو غيرت العالم للأحسن، إحنا بنسميه هيرو. تمام؟ طيب أول شخصية معانا His Highness شيخ زايد آل نهيان is a hero to every Emirati. طبعا هو brave person to every Emirati، لكل شخص إماراتي. He was very important، هو شخص مهم جدا. Because لماذا؟ He was the country's first president، أول رئيس للدولة. And he was a very hard working man، رجل كان يعمل بجد دائما. Both at home، سواء في الوطن، في in the UAE، in the UAE and also in other countries، مش بس في موطنه الإمارات ولكن في الدول الأخرى. He was friendly and kind to everyone، كان صدوق عطوف. He talked to many presidents، طبعا تحدث إلى العديد من الرؤساء. From other countries and the world thought he was a polite and wise man، الجميع كانوا
أو العالم أو جميع الدول أعتقد أنه كان رجلا مؤدبا ورجلا حكيما. رحم الله الشيخ زايد النهيان رحمه الله، أسكنه فسيح جناته. طيب الشخصية الثانية معايا إلهام القاسمي، إذا from the UAE، شخصية إماراتية. And was the first Arab woman، أول امرأة عربية to walk to the North Pole، قامت بالسير إلى القطب الشمالي. In the Arctic، the weather in the Arctic is very cold. الطقس in the Arctic في منطقة القطب الشمالي بتكون very cold، طبعا باردة جدا. And can drop to، بتصل درجة الحرارة إلى minus 30 سيلسيوس، توصل إلى 30 درجة تحت الصفر. She cried، she carried sorry all her food، حملت جميع طعامها and equipment أدواتها، and was very brave، كانت شجاعة جدا. She skied for over 8 hours أكثر من 8 ساعات، كانت تتزلج every day يوميا in freezing temperature، في جو مثلج تمام، في التلج. She is friendly and gives a lot of money to charity، هي صدوقة جدا ودائما تتبرع بأموالها للأعمال الخيرية to help poor people، لمساعدة الناس الفقراء. تمام كده يا ولاد، يبقى عرفنا إلهام القاسمي هي أول امرأة عربية بتقوم بالمشي أو السير إلى القطب الشمالي في الأركتيك، in the Arctic، حيث بيكون the weather is very cold. She carried her food and equipment and was very brave، كانت شجاعة جدا، حيث كانت تقوم بالتزلج أكثر من 8 ساعات يوميا في درجة الحرارة المتجمدة. لو جينا جاوبنا على الأسئلة اللي فوق بالنسبة لو بدأنا بالشيخ زايد، what is he like؟ طبعا he like helped، أو he like helping sorry، اللي عندنا like يأتي بعدها ال verb plus ing، he like helping poor people wherever he went، كان يحب مساعدة الآخرين أينما ذهب. What did he do، كان بيعمل إيه؟ كان رحمه الله he was very hard working، كان بيعمل بجد تمام. Why do you think he are a hero، لماذا تعتقد أنه brave person؟ هنقول because he was the first، أو he was the country first president and he united the Emirates، وحد الإمارات تمام. لو جينا على إلهام القاسمي بنفس الأسئلة هنقول she like skiing on the ice، تحب التزلج على الجليد. And what she did do، ماذا فعلت هي، قامت بإيه أولاد؟ first Arab woman to walk to the North Pole in the Arctic، okay. Why did you think they are أو she are hearing، لماذا إنها شجاعة؟ هتقول she carried her food and equipment and was very brave، كانت شجاعة. She skied over 8 hours every day in a freezing. تمام يا بطل؟ تمام يا تيتشر؟ Write about your hero، اكتب عن شخصك اللي انت شايف ان هو brave person. تمام؟ ممكن you can write about your father، اكتب عن والدك. You can write about your mother، تكتب عن والدتك، or any person you see
him or her is hero or heroine. انت شايف ان هو الهيرو بتاعك، تمام، البطل. بتكتب عن مواصفاته يعني، وليه اخترته، بيعمل ايه، بيساعدك، الصفات المميزة بالنسبة لك. بتبدأ كتابة هذه المواضيع في جمل بسيطة. إن شاء الله في المراجعة هننزل مواضيع نماذج من الباراجرافات بحيث تستفيدوا منها وتستعينوا بيها أولاد في كتابة الجمل. تمام يا حبايبي، مامي تيتشر. أنا مديك التعليمات هاو تو رايت ا جود باراجراف، إزاي تكتب باراجراف كويس. توبك تنسز، طبعا توبك سنتنس إن أنت تكتب جملة كاملة. ذا سنتنس، ذيس سنتنس تيلز أس، عفوا، this sentence tells us what the paragraph will be about. طب ال 10 sentence دي يا اولاد اللي هي الجمله عفوا، الجمله اللي بتبدا بيها الباراجراف بتاعك، اللي بتخبرنا بيها انت هتكتب عن ايه. تمام، ده مثلا today I will talk about my superhero. هتكلم عن my superhero. My superhero is my father. هو ابي. كده انت عرفتنا انت هتتكلم عن ايه. بعد كده الجمل بقى كده اللي هي detailed sentence، اللي هي تفاصيل الجمل. This give more information about the topic. تدينا بقى بعض المعلومات أكثر تفصيلا عن الشخصية اللي اتكلم عنها. بعد كده concluding اللي هو sentence this sums all up the ideas in the paragraph. بتبدأ بقى إيه الفكرة المجملة في الموضوع بتاعك. My hero or heroine at home. مين هو الهيرو بتاعك في المنزل؟ قلنا عليها الموضوع اللي ممكن تتكلم فيه. هنا مديك نموذج من النماذج اللي بنعتبرها السوبر هيرو بتاعنا. What is the hero or hero like? Tell your partner. Read the text and decide it true or false. طبعا بعد قراءة النص. The cat they so looked healthy and fat. Salwa took the street cats home to look after them. Salwa took the cats to the vet to check they were healthy. The grandmother thought it was important to be kind to all living things. Salwa is her heroine. Heroine. My grandmother, جدتي, told me a story about a woman called Salwa Al-Hamid. جدتي أخبرتني عن شخصية تدعى سلوى الحامد. Salwa was from Dubai. من دبي. And she worked in a bank there. كانت تعمل في بنك. Every day, كل يوم, she saw lots of cats in rubbish bins. يوميا كانت بترى قطط في صناديق القمامة. Car parks وفي اللي هو باركينج السيارات. And on the street في الشوارع. The cats looked very unhealthy. كانت غير صحية. Unhealthy عكس healthy. احنا خدنا قبل كده الكلمة وعكسها بوضع المقطع un، تصبح ال opposite of adjective، عكس الصفة. healthy بمعنى صحي، unhealthy بمعنى غير صحي. and very thin، ونحيفة جدا. Stella felt sorry، شعرت بالحزن والأسف for the cats، للقطط. and she took them، أخذتهم to her house، لمنزلها. If the cats were sick, no. إذا كانت القطط مريضة, she took them to the vet. The vet to get better. تأخذهم إلى الطبيب طبعا علشان يتحسنوا. Soon, Salwa had too many cats. أصبح عندها كثيرا من القطط. She asked the friends, سألت أصدقائها, family والعائلة, and neighbors, we at جيران, to give homes to the cat. إن هم يحصلوا على القطط في منازلهم. Very soon everyone had cats. كل شخص أصبح لديه قط أو قطة.
in their houses and they are all very happy. والجميع أصبح سعيد. After the story ended, بعد انتهاء القصة, my grandmother said that being a good person, إنها كانت شخصية كويسة, means being kind, كانت عطوفة to all living things, لجميع الكائنات الحية. My grandmother and I went outside to the garden. أنا وجدتي خرجنا إلى الخارج الحديقة, where we picked up two cats. حيث أخذنا قطتين. They were sitting outside, كانوا يجلسوا بالخارج. Our house, خارج منزلنا. We took them to the vet to make sure they were healthy. أخذناهم إلى الطبيب لتأكد أنهم بصحة جيدة. And gave them food and water. وأعطيناهم الطعام والماء. When they go to home, وعندما عدنا بهم إلى المنزل. My grandmother is my hero as she is kind to every living thing and taught me to be the same. جدتي بالنسبة لي my hero, اللي هي ال brave person, الشخص القوي اللي احنا قلنا عليه أو السوبر, and عطوفة جدا بالنسبة للكائنات الأخرى, وهي كمان بتحاول تعلمني نفس الشيء, إن أكون نفس الشيء. طيب نرجع بعد ما قرأنا القصة وفهمناها نحل الأسئلة. عندي true or false, the cat they so looked healthy and fat. القطط اللي كانت بتشوفها كانت بيبدو عليها إنها صحية, لا كانت unhealthy, بس الجملة and very thin, يبقى الجملة هنا false. سلوى توك the stray cats home to look after them. Yeah, كانت بتاخدهم وتعتني بهم. إجابة صحيحة. سلوى took the cats to the vet to check they were healthy. True, كانت بتاخدهم إلى الطبيب ليفحصهم ويتأكد من صحتهم. The grandmother thought it was important to be kind to all living things. كانت بتعلمنا إن إحنا نكون عاطفيين مع الكائنات الأخرى. سلوى is her heroine. نعم, سلوى هي شخصيتها المفضلة أو القدوة ليها أو المثال الحسن ليها. أوكي طيب, عندي my learning, الأشياء اللي اتعلمناها في الدروس السابقة. تمام, عندي كلمات يا أولاد brave, شجاع, خدناها قبل كده. helpful, متعاون. kind, عطوف. hard working, يعمل بجد. polite, مؤدب. and friendly, صدوق. الكلمات دي اللي هي adjectives, صفات. تمام, اختار صفة من هذه الصفات. Add write four sentences about your family and friends. اختار صفة من هذه الصفات وابدأ اتكلم عن شخصيات سواء في عائلتك أو عن أصدقائك. تمام تمام يا تيتشر. Read a list and put the activities in order. You may or you might do them tomorrow. اقرأ الجمل وابدأ رتب الأحداث اللي تقدر تعملها غدا. هنا don't worry if you make mistakes when speaking English. لا تقلق إذا أخطأت في عندما تتحدث اللغة الإنجليزية. Be polite, كن مؤدب to everyone, لكل شخص. And say please and thank you. ويقول please لو سمحت and thank you, أشكرك. Be kind to animals, خليك عطوف مع الحيوانات. Listen to your parents, استمع إلى والديك. Share your things with your friends, وشارك أشيائك مع أصدقائك. Tidy your classroom, the classroom and put rubbish in the rubbish bin. وضع القمامة في صندوق القمامة. Speak English as much as you can. تحدث اللغة الإنجليزية بقدر الإمكان. Don't laugh when someone makes a mistake. ولا تضحك
لا تتنمر إذا الآخرون أخطأوا في نطق الكلمات. طبعا حبايبي عندي ملحوظة للسبيكينج اوف انجلش. طبعا احنا مش هنتكلم او ان احنا ما بنتكلمش اللانجوج بتاعت الانجليش بنسبة 100%، تمام؟ اكيد بيكون في مستيك، بيكون في اخطاء، تمام يا ولادي؟ احنا بنشتغل على كده، ان احنا نتدرب على كيفية نطق الكلمات والجمل في يعني بكذا الطريقة، ان احنا ممكن نستمع الى فيديوهات قصيرة، نستمع لطريقة النطق. أصلا في نطق بيختلف إذا كان النظام أمريكي اللهجة بتختلف، إذا كان النظام بريتش اللهجة بتختلف في نطق الكلمات، تمام؟ ممكن كمان إن احنا نستمع إلى فيديوهات كنوع من أنواع التدريب، how you can speak English very well. مش شرط إن احنا يعني حاليا مش قادرين مثلا، أو إن احنا بنقرأ الجملة بطريقة صعبة، بس مع الممارسة مع الدراسة بنبدأ نتحسن في اللانجوج، تمام يا أولاد؟ يعني الأولاد اللي بيجدوا صعوبة في نطق اللغة الإنجليزية مع الممارسة والمتابعة تلاقي نفسك دائما الأفضل. مع حفظ الكلمات كمان تلاقي نفسك بتتحسن في اللغة بتاعتك أكتر شيئا فشيئا، تمام يا حبيبي؟ هنا انت بترتب الاحداث اللي ممكن تعملها تومورو غدا، اوكي؟ عندي هنا ليسون نمبر 7 اللي هو تيم وورك، اللي هو عمل الفريق مع بعض. هنتوقف عند ليسون نمبر 7 يا شطار، ان شاء الله نبدا فيها من الحصه القادمه. نحاول نخلص اليونت 11 عشان نبدأ في المراجعة بتاعتنا النهائية. هنعمل مراجعة على الجرامرز، على القواعد، هنعمل إن شاء الله مراجعة عن كتابة الباراجرافات، إزاي نقدر نحل الكومبرهنشن، نقدر إزاي نقدر نقرأ الأسئلة ونعرف نجاوب حتى لو إحنا ضعاف في قراءة اللغة الإنجليزية أو فهم وترجمة الجمل، هنعرف إزاي وندربكم وإزاي تقدروا تطلعوا الإجابة بطريقة سهلة مبسطة. حبايب قلبي النهاردة خلصت حصتنا، يا رب نكون قدرنا نوصل لكم ولو معلومة بسيطة، وربنا يجعلكم ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.